حقيقة انعرضت كثير من الحلقات في برنامج بيت للكل، كانت القضايا مهمة، قضية دعم فلسطين في كثير من الحلقات، بالإضافة إلى في العراق دعم دول الجوار، بالإضافة إلى زيارة ولي العهد الأردني إلى القاهرة. كان الحراك السياسي على مستوى القادة كبير لدعم كل البلدان على جميع الأصعدة. خلونا نتابع هذا التقرير وبعدها نكون متواصلين. في حضرة مصر والعراق والأردن الدول الشقيقة، ويعني باسم فلسطين ننحني إجلالا وإكبارا لتضحيات هذه الدول الشقيقة من أجل فلسطين، دفاعا عن فلسطين. وحينما نتحدث عن مصر، مصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ولها شواهد تاريخية كثيرة في الدفاع عن فلسطين. وأيضا حينما نتحدث عن العراق، فالعراق الشقيق وهناك مقبرة شهداء الجيش العراقي في جنين تشهد على هذه المشاركة العربية القومية الرائعة الكبيرة. وأيضا حينما نتحدث عن الأردن الشقيق جار فلسطين، فإنه أيضا شارك في الدفاع عن فلسطين وقدم الشهداء وقدم الجرحى وقدم الأسرى. ونحن دوما نتذكر ولا ننسى مشاركة الجيش الأردني في معركة الكرامة. يعني أيضا نشكر العراق الشقيق وفخامة الرئيس برهان صالح ورئيس الحكومة على كل ما قاموا به من اتصالات وما اتخذوه من إجراءات لنصرة القدس ونصرة الشعب الفلسطيني. الأمة العربية، الجيش العربي، الإخوان الفلسطينيين، الأمة العربية جميعا قدموا الشهداء في الدفاع عن حي الشيخ جراح. وهناك معارك، يجب أن نتذكر هذا التاريخ، أن هناك معارك وهناك شهداء قدمناهم من عام 1948 إلى يومنا هذا في الصراع على منطقة الشيخ جراح بالذات. جميعنا في الدول العربية أعتقد أصدرنا بيانات إدانة، وجميعنا تحدثنا أن هذه جريمة حرب بكل المقاييس، تهجير مواطنين من أرضهم وتهجير ناس من أرضهم، تغيير الوضع القائم، هذه أيضا جريمة ترتكب في حق المقدسات، في حق فلسطين التي هي كما كنا نتحدث دائما وتتحدثون جميعا أن قضية فلسطين هي قضية العرب وقضية المسلمين جميعا. الحقيقة أنا تشرفت أن أنا كنت ضمن وفد من نواب البرلمان المصري، أعضاء مجلسي الشيوخ ومجلس النواب، على رأس هدية الرئيس للشعب الفلسطيني عشان نودي أطنان من المساعدات والمواد الإغاثة، لأن زي ما حضراتكم عارفين منذ بدء الاعتداءات في حصار على القطاع بالتحديد، وأصبح في تدني واحتياج شديد لبعض المواد الأساسية ومواد العاش اللي كان بيعاني منها إخواتنا هناك. طبعا هذه القافلة تضمنت مواد غذائية، تضمنت مواد إغاثة، مواد عاجلة، والحقيقة كان الهدف من إن احنا نطلع بهذه القافلة لكي نخرج من عباءة الشعارات الفارغة ونبقى موجودين بأنفسنا، نبعث برسالة إلى إخواتنا في فلسطين إننا بنسندهم ومؤمنين بقضية الصمود الاجتماعي اللي بيضرب بيه المثل الشعب الفلسطيني، وقد إيه إحنا بنسندهم في هذه المحنة. في اللقاء الذي جمع سمو الأمير مع فخامة الرئيس كان هناك توافق تام على القضايا السياسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وعدالة هذه القضية وضرورة إعادة عملية السلام وعلى أسس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران. هذا أساس ومبدئي لا يحيد عنه أي دولة عربية. يطيب لي باسم شعب العراق الترحيب بكم في بغداد السلام والتاريخ والمستقبل، ومقدر لكم هذه المشاركة العزيزة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. هنا نعرب عن شكرنا ودعمنا لجهود الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مساعيها في إعادة الإعمار وتعزيز وحدة واستقرار العراق الشقيق. ولا بد من التأكيد على أن أمن واستقرار العراق هو من أمننا واستقرارنا جميعا. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام. المكان بغداد،
عاصمة الحضارة القديمة، عاصمة الثقافة العريقة، دولة هي عمق الجناح الشرقي للمنطقة العربية. النتائج مؤكد أنها تعبر عن عودة ركيزة رئيسية للأمن القومي العربي، فاعل مهم جدا في المحيط الإقليمي.